أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة حاجة نحو 76 ألف شخص تضرروا من إعصار دوريان في جزر البهاما إلى الغذاء والمساعدات. وقال هيرفيا فيرهوسل المتحدث باسم البرنامج إن المنظمة الدولية بصدد إرسال 8 أطنان من الأغذية إلى جزر البهاما في الفترة المقبلة، منوها بأن الوكالات الإنسانية ستقوم بعملية تقييم جديدة هناك عبر مهمة استطلاعية جوية للوقوف على الوضع على الأرض.